مشاهدينا، فقرتنا دي هنتكلم فيها عن موضوع بيهم كل أسرة مصرية: تعديل عقود الزواج وإضافة النفقة والحضانة شرط في قسيمة الجواز. المشروع ده تقدمت به النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب، خصوصا بعد ما المشاكل بتظهر كتيرة والطلاق بيزيد. النائبة، سيادة النائبة، شايفة انه المشروع هيقضي على المشاكل اللي بتضطر فيها الأسرة الى الوقوف في المحاكم سنين طويلة، الأب واقف في المحكمة قدام الأم والأطفال هم اللي في النص. ضيوفي النهاردة هنناقش معاهم المشروع، هنعرف إيجابياته وسلبياته، هل فعلا هيقضي على الطوابير اللي أمام محكمة الأسرة ولا ايه اللي هيحصل؟ هنعرف دلوقتي. معايا ضيوفي سياده النائبه مارجريت عازر عضو مجلس النواب، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. معايا الاعلاميه الاستاذه نهال العلام، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. والاستاذ عصام عجاج المحامي، اهلا بحضرتك. أهلاً، برحب بيكم. ابتدي مع سياده النائبه مارجريت عازر، اعرف مشروع القانون اللي حضرتك تقدمتي بيه. اولا هو مش مشروع قانون ولم اتقدم بيه حتى الان، ولكن كانت مناقشه عن ايه الحلول اللي نستطيع ان احنا نتلاشاها في بعض الامور الصغيره يعني. فقلنا طب يا جماعه ليه ما احنا العقد شريعه المتعاقدين، وبالتالي عقد الزواج ممكن قوي يدرك فيه حاجات كتيره جدا من المشاكل اليوميه اللي بتقابلنا. أيوة. وبنتعرض فيها لدخول المحاكم وبنقعد فترات طويله. بمعنى ان يعني العقد ممكن يتضمن كل هذه المشاكل طول ما هو لا يتعارض مع القانون والدستور والشريعة الإسلامية. بمعنى إن الحضانة لمين ومين حقه يتنازل عن الحضانة وفي وقت إيه؟ ما هو أصل ساعة الزواج في الحقيقة الأحلام الوردية كتير. وبعد ما بيحصل المشاكل تبص تلاقي المليونير بقى فقرانير على طول. يعني بعد ما هو بيتقدم والراجل بيبقى يستطيع النفقة على أسرته ويستطيع فجأة تحصل المشاكل، فجأة يبقى ده الراجل ده مديون وحالته بالحالة، ويدي للأم 200 300 500 وعندها أولاد وما تعرفش تتصرف. أيوة. ممكن قوي نحط النفقة في شرط من شروط الزواج، نحط الحضانة كشرط من شروط الزواج، لو الزوجة تزوجت يبقى الحضانة لمين، وده شرط من الشروط ما دام لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. بالظبط. أستاذة نهال اتفضلي. الحقيقة أن أنا طبعا المقترح اللي اتقدمت بيه سيادة النائبة هو مقترح رائع، وأتمنى أن احنا نبدأ في تنفيذه وتطبيقه على الفور. أيوه. 70% من المشاكل الموجودة أمام المحاكم، محاكم الأسرة، هي قضايا نفقة. طب أنا لما نظم الصيغة دي من الأول وابتدي اقول يا جماعه تعالوا نقعد مع بعض، وخاصه ان في الاول بتبقى الناس عندها سعه صدر تتفاهم، ان انا اقول لهم يا جماعه زي ما بنعرف نقعد ونتفق على متطلبات الجواز، كمان نشوف السيناريو اللي ممكن يحصل لو حصل في حاله الانفصال او في حاله الطلاق، ولو ظهرت على السطح مشاكل قبل ما الزيجه تتم بخصوص الطلاق يبقى معناها ان لو حصل خلاف الجوازه دي مش هتنفع. يبقى انا من الاول ابتدي اخد حذري وابتدي اتراجع في الزيجه دي سريعا قبل ما تقع الفاس في الراس واجيب عيال هم اللي يدفعوا ثمن ده. عندي تاني حاجه بتحل محلها الرؤيه والحضانه. لو انا قدرت احل الاشكاليتين الكبار دول وهي الحضانه والرؤيه، انا هقدر ان انا يعني اخف كتير عن المحاكم. الانسان في كل زمن وفي كل مكان وفي كل عصر محتاج قانون ينظم له حياته، محتاج مرجعيه ليه. كوني ان انا احط اي عقد او اي شرط في عقد الزواج هيخلي البني ادم عنده نوع من انواع الالتزام تجاه هذا العقد، وهيحس بنوع من انواع الالتزام تجاه بنوده حتى قدام نفسه، قدام المجتمع، قدام الاسره اللي هو واخد منها الفتاه. والراجل كمان هو كمان عنده هو يقول اللي هو عايزه. يا رب ياخد الولاد خالص، يا رب يقول انا مش هدفع عليك ولا جنيه، انت حر. ما دام هو مصدق يعني هو موافق على ده وهي قبلت، في تردد طبعا، وهي قبلت. انا قبلت صحيح، انت مش بتحطي مؤخر صدق. وما بنكسفش وبنقول المؤخر وبنقول القايمه وبنقول طب زي ما بنقول كل الكلام ده، انا كمان اقول شروطي ايه في اهم حاجه، اهم بقى من البطاطين واوضه السفره، اقول في العيال اللي هيجوا وهيشيلوا وهم اللي بيدفعوا ثمن زيجه
فاشله تماما. ليه؟ لا نجنب الولاد ان هم يدفعوا ثمن الزيجه دي، ونحط الشروط الاتفاقيه دي في العقد، والشروط دي تكون ملزمه للطرفين علشان نجنب الولاد بعد كده ان هم يدفعوا الثمن بالشكل ده. برضو عشان من غير قوالين بما لا يخالف الدستور والقانون والشريعه الاسلاميه. عشان نبقى 9 مليون طفل هم ابناء الصغرات. قفلنا الصغرات. استاذ عصام قفلنا الكلام، راي حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هبدا بحديث عن السيده عائشه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. قالت ما بال قالت عن رسول الله عليه السلام قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله او تخالف ما موجود في كتاب الله. ما كان من شرط يخالف كتاب الله فهو باطل، وان كان ما اتشرط كتاب الله حق وشرط الله اوثق. صدق رسول الله. هذه الشروط اللي هي الحضانة والنفقة وخلافه حسمها الشرع، ومن ثم لا يجوز التدخل فيها بما يخالفها. لما أنا أترك الأمر للزوج والزوجة عشان يحطوها في العقد كيفما شاءوا، لا ما ينفعش. ليه؟ لأن تلك الشروط أصلا منصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية قاعدة عامة مجردة ملزمة للكل. معلش هقطع كلام حضرتك، انه دلوقتي في تعديل في قانون الاحوال الشخصيه. طيب. فمعنى كده ان هو متغير. تمام. مش ثابت. طيب القانون اذا كان متغير مال الشرع. لا ما انا هقول لحضرتك يعني القانون طبعا لازم يوافق الشرع. طيب لكن الحضانه والنفقه زي ما حضرتك أكمل قلت. طيب أكمل. انا هرد على حضرتك. النفقه والحضانه زي ما حضرتك قلت والرؤيه موجودين في الشرع. تمام تمام. انا ما بخالفش الشرع كتير. تمام. طيب انا لما النهارده انا هترك هذا الامر وفقا للاراده الحره بين الزوج والزوجه ان هم يغيروا كيفما شاءوا في وثيقه الزواج، بمعنى اذا كانوا هم الاثنين هيتفقوا بما يتفق مع الشرع يبقى مفيش داعي. انا جاي لحضرتك. يبقى مفيش داعي، مفيش سبب، يبقى احرى ليا ان انا ما احطوش في العقد. لا ليه؟ بالاحرى ان انا ما اقفش قدام المحاكم. طب يا استاذه هتقفي برضه قدام المحاكم؟ اقول لحضرتك ليه؟ ما انا اقول لحضرتك ليه؟ لو انا حطيت الشرط يا استاذه جان. أيه. حطيت الشرط في العقد واختلفنا فيه، ما هروح المحكمه برضه، هي هي. يبقى انا النهارده احط الشرط ده في حاله واحده فقط، ايه هي؟ بشرط الا يحل حرام او يحرم حلال. فاذا اتفق مع الشرع فهو موجود في الشرع، يبقى ما احطوش. واذا خالف الشرع يبقى باطل، لانه خالف الشرع. يبقى من باب اولى. يبقى انا النهارده يبقى يعني معلش. طب أنا عايزة مع احترام الاراء كتير من حضرتك. هكمل اقول لحضرتك. اقول لحضرتك هكلمك من ناحيه الشرع ومن ناحيه العقل والمنطق لا يجوز. انا بسميه بقول هذا الشرط اذا وضع لا يعني لا يعني مش عايز اقول لحضرتك اقدر اسميه عبث. ليه هقول عبث ليه؟ اولا تاني لو خالف الشرع لا يحق لي ان انا اتفق انا والزوجه على ان احنا نضع في عقد الزواج ما يخالف الشرع. طب ثواني اسال حضرتك بس عشان ايه يعني ايه نبقى نقطه نقطه. تمام. ماشيينها كده. اولا مفيش عقد ممكن يحرر يخالف الشرع ولا يخالف الدستور. ايه اللي هيخالف مثلا النفقه لما مثلا اثنين يقعدوا يتفقوا؟ ما انا هقول لحضرتك على النفقه هي عايزه كذا، ايه اللي خالف الشرع يا استاذه؟ والله انا هكلمك على النفقه وهكلمك على الحضانه وهكلمك على الشرع هيخالفها وهكلمك على اللي بتشترط الا يتزوج عليها زوجها وكل انها تطلق اذا تزوج عليها. دي حاجه ترجع لها يا حضرتك. تمام. كل الشرع ما قالش ده حرام اساسا. هو انا بيقول كده. هو انا مش تركت حضرتك لغايه ما خلصتي؟ ما هو اصل حضرتك طب خلينا نكمل وبعدين حضرتك ابقى علقي. تمام. بس عشان ايه حضرتك بنمسك حته حته عشان ما تروحش مننا. هنتكلم اولا يعني. اولا نبدا بالنفقه. اتفضل. تمام. ايوه النفقه الشرع قال انها تدور وجودا وعدما مع يسار الزوج او اعصار. تمام تمام. الاستاذه النائبه بتقول انا النهارده الراجل بيبقى الدنيا ورديه او لما يجي يتجوز وفلوسه كتير وبعد كده بيتقلب فقير لما يختلف مع مراته. تمام. لو انا حطيت هنتكلم بنفس المنهج وحطيت في عقد الزواج ان هو بيلتزم في حاله الطلاق بينه وبين زوجته انه دي لها نفقه معينه. تمام. هذا الشرط باطل. واقول لحضرتك ليه؟ ليه؟ لانه اولا خالف الشرع واللي موجود. ليه؟ تدور وجودا وعدما مع اعصاره او يسره، بمعنى انك انت غني بتدفع بقدر غناك، فقير بتدفع على قد ما انت فقير. ايوه. طيب تعالى النهارده انا احط مثلا سي، هندي مثل، حط قد ايه وانا جاي اتجوز؟ هديلك كام؟ هديلك 500؟ هديلك 1000؟
والله كل اتنين هم حرين يتفقوا. طيب انا هكمل. طيب طرأت عليك انت النهارده انك انت بتقدر نفقه معينه دلوقتي وانت بتتجوز، بعد 20 سنه القيمه اللي انت حطيتها دي قد تكون بتضر بالزوج، هذا امر. الامر التاني، لو فرض بحال تاني بقى ان احنا نقول ايه؟ طيب يا سيدي احنا مش هنحط مبلغ معين، هنحط نسبه معينه من دخله، هنقول 10%. تمام. دخله دلوقتي قليل يبقى ال 10% موجودين قد ايه؟ زاد ال 10% هتزيد وهكذا. برضه ما ينفعش. ليه؟ لان ده منصوص عليه في القانون في قانون الاحوال الشخصيه. اذا كانت زوجه الواحده بتاخد 35% دي حاجه. الحاجه الثالثه، افترض انا النهارده حالتي الماديه كويسه. ايوه. اصبحت بعد كده حالتي الماديه مش متيسره. يبقى انت النهارده ارغمتيني حتى لو باتفاقي، حتى لو باتفاقي ان انا ادفع قدر او مبلغ. بالعكس، ده انت ممكن النهارده لو انت بتلزميني بهذا الشرط في ذلك العقد واصبحت حالتي الماديه غير متيسره بان انا اوفي بذلك الشرط، ممكن ان انا انحرف او اسرع اذا كنت موظف. يعني ثواني بقى، ولادي بقى حضرتك، يعني حضرتك دكتوره مارجريت قولي لي، يعني حضرتك ان هو قاله انه فعلا القيمه هتقل لو هي جايه تتطلق بعد 20 سنه. يعني هي مش هتبقى بقيمه، ممكن بنسبه من الدخل بتاعته وهو بيبقى متفق عليها. لكن ده انا، ما هو نسبه بالدخل بتاعه بقى قل زاد هي هتظبط. ما انا هعرف الماء بالماء يا ست النائبه، ما موجوده في القانون حضرتك. يعني ده قانون، حضرتك قانون قابل للتغيير. لا قابل للتغيير يا استاذه، يعني يا استاذه انت في البدايه قلت ايه؟ لا يخالف قانون ولا دستور. بالظبط انت عملتي. انا هنا لا اخالف الدستور، وانا لما بحط مؤخر صداق ثانيه واحده، هو احنا هنعمل قانون اسره لكل شخص في اسيبه الجواز بتاعته؟ مين اللي قال كده يا فندم؟ امال ايه ده، انت تعملي لي كده 100,000 قانون بعدد الزيجات. هو انا لما بحط مؤخر كل واحد يحط شروط اللي هو عايزها. اه طبعا ما ينفعش. عقد زواج ده عقد، ده عقد وعقد شريعه. نلغي قانون الاحوال الشخصيه بقى؟ نلغيه؟ لا ما نلغيهوش. لا كده نلغيه. لا ما نلغيهوش ولا حاجه يا استاذه. بس طالما انا احط شروط تخالف قانون الاحوال الشخصيه الغيه. لا احنا عندنا، ما احنا هنطبق دلوقتي اللي موجود في القسيمه. احنا عندنا مشاكل. اولا احنا بنتجادل في موضوع ممكن قوي نتجادل فيه في مجلس النواب ويحصل نقاش مجتمعي ويتغير جزء، احنا بنتناقش دلوقتي في وجهه نظر مش في قانون. لكن اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان ما تقوليش النهارده ان الزوج، اولا عقد شريعه المتعاقدين، ثاني حاجه انا ما انا بحط مؤخر صداق، ما انا بحط حضرتك بتحط مهر 1,000,000 جنيه وانا بحط مهر 100 جنيه وغيري بيحط مهر 100,000. يعني دي حاجه، ما المهر هو متغير. تمام. ما حضرتك بتحط مؤخر صداق 25 قرش والتاني بيحط 25,000. عارفه ليه؟ عارفه ليه؟ لان المهر مش موجود في قانون الاحوال الشخصيه، حسب يسار الزوج يدفع بقد ايه. يبقى حضرتك من الاولى يا استاذه ابعدي، من الاولى يا فندم. لا حضرتك انا بتكلم دلوقتي، ابعدي عن القانون يا استاذه. ايه يا فندم؟ هاتي يا استاذه، يا استاذه شيخ. ثانيه واحده يا فندم، انا امتى ابعد؟ في تطبيق الشريعه. يعني ما اقدرش اقول لك مثلا بنت زي الرجل في الزواج، ده شريعه ما اقدرش اتكلم فيها، ما اقدرش اتكلم فيها. لكن امتى اتكلم؟ لما يكون في قانون، قانون قابل للتعديل. اي قانون في الدنيا موضوعي قابل للتعديل، بدليل ان البعض اللي اختلف في سن الحضانة، ومع ذلك القانون هو اللي بيمشي. حضرتك انا ما اقدرش النهاردة مثلا سن القانون بيقول 18 سنة، ما اقدرش اجوز بنت عندها 13 سنة. ماشي، ده يا استاذه. هو حضرتك عارفه ان القانون الاحوال الشخصيه مستمد من الشريعه الاسلاميه، عايزه تغيريه؟ انا قلت انت بتقولي لي، انت بتقولي لي القانون قابل للتعديل. لا قانون قابل للتعديل ما دام قانون وضعي. هل الشريعه الاسلاميه يا استاذه ده مش قانون مدني؟ ثانيه واحده، انا عايز اوصل لحضرتك قانون الاحوال الشخصيه. لا في جزء مدني، في حاجات مدنيه. ما فيش يا استاذه، قولي لي المدني ايه. بص حضرتك ما تلويش ايدي، ما مش بلوي ايدك يا استاذه. حضرتك في ما يخالف الشريعه اني انا احدد نفقه الزواج في الشريعة. يا استاذه في بند اسمه المستجدات في قسيمه الزواج خاصه بالشغل المدني، ملوش دعوه بالاحوال الشخصيه. حضرتك خلطه الامور في الشريعة. بس لا انا مش خلطه الامور، والله خلطه الامور. كنت حضرتك محامي، انا اولا محاميه زي حضرتك، زائد ان انا مشرعه. يا استاذه حضرتك ما تقوليش كده يا استاذه، ما انا بقول لك بالورقه والقلم اهو. الكلام ده غلط. حضرتك مش موجود. بالورقه والقلم مفيش ما يمنع ان انا اضمن حق الاثنين في عقد، والعقد شريعة المتعاقدين ما دمت لا أخالف الشريعة. هل الدين بقى، هل الدين محدد انه النفقة كذا، جزء من النفقة او الحضانة كذا؟ ده مازوكيتش، ده لا 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 مذكوره مستمد يا استاذ علي. ايوه يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ. ربنا سبحانه وتعالى في المتعة قال كده: ومتعوهن على البسر قدره وعلى المقتر قدره. دي حاجه اولا. دي انا مش عايز، بس اديني فرصه. انا بتكلم عن النفقة يا استاذه، يا استاذه، يا استاذه.
دي حاجة. الحاجة التانية عشان تبقى حضرتك في الصورة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تمام. أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا في الجزئية دي. قانون الأحوال الشخصية القانون الوحيد اللي احنا بنتعامل فيه المحاكم المستمد من الشريعة الإسلامية. تأكيد. خط أحمر. هي قالت كده في الحديث. اديني فرصة. خط أحمر. ما ينفعش. بصي في حاجات مدنية بدليل إن قسمة الزواج في ظهرها. في حاجة اسمها إيه؟ طب أنا هقول لحضرتك على حاجة بس بعد ما أخلص الجزئية دي. مكتوب فيها المستجدات. المستجدات دي إيه؟ أنت قولي بقى حطيلي في المستجدات. انا من حق ان انا اكمل تعليمي. انا بدرس دكتوراه وانت اتجوزتني فخلينا اكمل. انا بشتغل فمش هقعد في البيت. لا 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 حتى موضوع الشغل ده القانون عالجها. قال اذا تزوجها وهو يعلم بانها بتعمل فلا يحق له بعد الزواج ان هو يقعدها في البيت. او اذا عملت بعد الزواج وارتضى الزوج صراحه او ضمنا بعملها فلا يحق له ان هو يقعدها. في حاجات يعني كل حاجه محسومه يا استاذه. ده موجود في الشريعه يا استاذه. يا استاذه انا بسال حضرتك يا استاذه. ده موجود في الشريعه. حتى لو مش موجود في الشريعه موجود في القانون. موجود في القانون. يا استاذه انت عايزه. انا بعدت عن الشريعه. انت عايزه تعملي قانون احوال شخصيه في كل قسيمه. طب وايه المشكله؟ مش هينفع. انا مش عايزه اعمل قانون احوال شخصيه في كل قسيمه. انا عايزه اضمن فلوس. لا 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 انا مش كيف. لا لا انا عايزه يا انا عايزه اقول المتعه والحضانه. لا 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 انا عايزه اقول. بصي وحضرتك قلت ايه الحضانه. انا بقول بقى ايه ادعى لسياده النائبه تتكلم في الحضانه. يبقى الاب يبقى لما يجي هنا عند الاب وزوجته متوفيه ومش قادر يربي عياله وعياله مع مين؟ مع حماته وهي اللي بتربيهم. يبقى الاولاد اتحرموا من امهم ومن ابوهم. تقدم قانون زي ده يعالج مصيبه زي دي. مين قالك ان احنا ما بنعالجهاش؟ فين انتوا بتتكلموا؟ ما هو انا بعالجها اهو. حضرتك انت مش عايز تعالجها. حضرتك النهارده وانا قاعده النهارده واحنا زوجين النهارده وبنحط خطوط واضحه في حياتنا النهارده في الحاله الفلانيه تبقى الحضانه للام، في الحاله الفلانيه يبقى الحضانه للاب، في تنازل ايه المانع؟ ايه ما ايه ينفعش يا استاذه لغيت إيه القانون؟ خالف الشريعه يا فندم. ايه خالف الشريعه يا استاذه؟ ده قانون مقنن. بص بيسرع على العامه على كافه. انت عايزه يا استاذه حضرتك عايز تغيره يا استاذه. عايز تغيره لصالح مين؟ ما بغيروش. بص على فكره يا استاذه دي قواعد قانونيه بتقوم بيها. ده مش بتقول لي حضرتك عايزه تلغي بتغييره. ما انا هقول لحضرتك نعمل ايه بقى؟ بدل خلاص بقى يبقى مفيش قانون احوال شخصيه ومفيش قانون اسره ومفيش محاكم اسره. ثانيه واحده فقط. ما انا هقول لك بقى. اذا كان العقد اذا كان العقد هيوفر عليا كل هذه المتاعب ويوفر عليا قانون انا ما عنديش مشكله. عادي مين ده؟ انا لو سمعت كلام حضرتك هتعملي كشكول بقى مش قسيمه جواز. وفيها ايه؟ كشكول اللي فيها ايه؟ مش احفظ الاسره. انا عايز اسال حضرتك سؤال. انا عايز اسال حضرتك سؤال. انا دلوقتي بهتم بالاب والام ولا بهتم بالاطفال؟ انا النهارده لما حضرتك بتقول لي النفقه سواء باليسر او العسر او من عدمه، يعني تفتكر ان انا اجيب اطفال واتزوج وانا في حياه كده سعيده وجميله واجيب اطفال واسيبهم للشوارع هم اللي يربوهم؟ مين اللي يقول كده؟ مين اللي يقول ان انا بعد ما اتجوز واجيب طفلين ويعجبني واحده ست تانية او ست تبقى مش كويسه انا مش بتكلم على مين فيهم وتسيب اولادها؟ النهارده ما يلاقوش اللي يصرف عليهم فما بيشوفش. يعني ايه يعني انت عايز يعني تحرم التعدد كمان ولا لا ايه؟ لا لا بص حضرتك هي ما حرمتوش. لا 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 لو حرمت التعدد امال ايه بعد ما اتجوز؟ هو انا عايز احرم التعدد؟ هو انا قلت له ما تتجوزش؟ طب من حقه يتجوز. انا قلت لك مش من حقه انه يتجوز. طيب ما يتجوز واحده واثنين وثلاثه. امال ايه المشكله؟ لا يا فندم بتضمن حق الزوجه. حق الاطفال دول انهم يلاقوا اللي يرعاهم. تضمن حق الولاد مش اللي يصرف عليهم. انا ماليش دعوه بالجواز ولا ده يتجوز اربعه ولا ده يتجوز 10. انا ما عنديش مشكله في الكلام ده. انا بضمن حق الاولاد اللي النهارده انا جبتهم في المجتمع ده ما لهمش اي ذنب انهم ما يلاقوش مصاريف يومهم. مين اللي يتكفل بده؟ حضرتك لما تخش الشهر مين اللي يتكفل بده يا فندم؟ طب ما انت هتروحي المحكمه برضه. ما هو انت هتروحي المحكمه برضه لو انت حطيت الشرط ده والزوج عدل عنه. لما احط كده يبقى انا قايله للقاضي ان في اتفاق مسبق اهو. حتى لو الزوج يعني او الزوجه ايا مينهم اللي خالف، لا ده في اتفاق شرطي مثبت وانت تعلم تمام. ما ينفعش يا استاذ. عارفه ليه؟ خلاص حضرتك بتقول ما ينفعش. الشرط هيبقى باطل. الشرط هيبقى باطل. لا مش باطل. عارفه ليه؟ الشرط اللي انت عايزه توضعيه الا يخالف النظام العام والاداب.
والا يخالف نص دستوري ولا الا يخالف نص القانون الموجود. ايه اللي يخالف النظام؟ يخالف الاداب والنص الدستوري. يا استاذه ما يقدرش انا اشترط، ما تقدريش تشترطي شرط بين الزوج والزوجه موجود في القانون، نص قانوني مقنن في قانون الاحوال الشخصيه يخالف ذلك النص. انا ما اعتقدش ان حضرتك بتتكلم على قانون بيخفى حق الاطفال، انا بتكلم على التلاعب اللي بيحصل. اولا القانون بيدي حق للاطفال في النفقة وللزوجة في النفقة. مش هتروح لقضية احوال شخصية بقى؟ وما هو ايه المانع؟ اه لو حضرتك يبقى لغيت محاكم الاسرة. وايه المانع؟ طب لو انا ما عنديش مشكلة هنريح الناس. ايه المانع؟ يا استاذة ازاي انت بتتكلمي في ايه يا استاذة؟ بدل ده بيقعدوا في المحاكم يا استاذ عصام السنين. يا استاذة نصوص قوانين موضوع المحاكم ده موضوع تاني. الاستاذة عايزة تقلبها قانون مدني والقسيمة تبقى هو القسيمة مش مدنية يا ورقة مدنية. هو الزواج مش مدني يا استاذة. الزواج مدني ايه؟ الزواج ده بيطابق للشريعة الإسلامية. وانا قلت لا حضرتك هي ما بتدخلش حاجات يعني ليها في كراسه بقى بعيد عن قسيمه الزواج. هو ليه مش ولما يجي الزوج ان هو بقى يحنس او ان هو لما يجي الزوج ان هو النهارده يعدل على اللي موجود او يخالفه تروح بقى الزوجه ترفع دعوى الزام في المحاكم المدنيه مش في محاكم الاحوال الشخصيه. هو عقد الزواج ايه؟ عقد ايه؟ حضرتك محامي طبعا وملء السمع والبصر. عقد الزواج عقد ايه؟ عقد زواج رسمي شرعي. ايه مدني ولا ايه؟ بعض النصوص المدنيه بس فيه خلاص بعض خلاص يعني المدنية. ممكن قوي ياخدع. لا بس ما يخالفش قانون يا استاذه. انا ما قلتش يخالف قانون. طب انا عايز اسال حضرتك اول سؤال. ما قعدت على الكرسي ده منعا للمزايدات قلت ان كل الشروط اللي هتبقى موجوده داخل عقد الزواج لا يمكن ان تخالف الشريعه الاسلاميه ولا تخالف الدستور ولا الاداب العامه. انا اعتقد ان انا لما انا احفظ لحد حقه او احفظ سواء للزوج او الزوجه حقهم بما فيهم اللي حضرتك كنت معترض عليه وبتقولي غيري، انا كنت ارى انك انت تغيري ان لما زوج ولاده تموت يبقى هو يعني طبعا حضرتك ما عندكش مانع من التغيير يعني حضرتك أصلاً. ما عندكش ولا مانع ابدا في التغيير. فحضرتك من ضمنهم ممكن اول حاجه بقانون يا استاذه بقانون مش باتفاق. ما هو هيبقى مقنن هو بقانون يا استاذه. هو الاتفاق ما يعتبرش يعني. جزء من القانون ما ينفعش تلغي القانون وتقولي وتقولي عقد القسيم ده العقد صحه بين الزوجين. ما ينفعش يا استاذه القانون المدني ده الكلام ده في القانون يا المدني يا فندم. هو القانون في المستجدات المدنيه هو القانون المدني يتعارض مع يا استاذه في يعني ازهر وفي دار افتاء لما يوم يختلفوا على حاجه خاصه قانون الاحوال الشخصيه. انا معاك في حضرتك في ده. انا لما اكتب شرط من الشروط يخالف الشريعه الاسلاميه او يخالف ما انت هتخالف اهو. لا ما خالفش طبعا. ليه؟ 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 لانه هو لو هو بينطبق مع القانون يعني يبقى حضرتك ما بتخالفش الشريعه لما يبقى الاب النهارده دخله مثلا سي 10,000 او 20,000 ويكتب ومحامي بتاعه يوارث عليه ويكتب انه لا يتقاضى غير 1000 جنيه فيدي لاولاده 100 او 200 جنيه ويقعدهم متسولين في الشوارع. ونفس دي حالات ونفس حضرتك. الحالات ثواني بس ونفس الحالات اللي حضرتك بتكلمي عليها هو ده في زوجة هو ده خلينا نكمل كلامي وفي نفس الحالات برضو في زوجه بتجيب دخل الزوج 10,000 جنيه وهو دخله 1000 جنيه برضو. طب ما احنا بنقول نفس بتحريات بطلة. انا دي موجوده ودي موجوده. انا مش متحيزه لحد انا متحيزه للعدل. لكن النهارده لما بقول للزوج انت اللي بتقرب نفسك ان دخلك 20,000 جنيه يبقى هو اللي بيقرب نفسه، 10,000 جنيه يبقى هو اللي 1000 جنيه يبقى هو اللي بيقرب نفسه ان دخله كده، ما يجيش بعد الاختلاف بعد سنتين ثلاثة بعد ما اجيب عيل واثنين افاجئ ان انت هتحدديها ازاي ساعة قسيمة الجواز؟ هو يعني انت عايزة يا استاذ واحد تاجر يا استاذة بعد اذن حضرتك انا كتبت النهارده دخلي انا هدفع نفقة 500 جنيه. لا انا ما قلتش انا هقول لحضرتك او 1000 جنيه 10% انا قلت دخله 10% 10% ايوه. انا عارف النهارده هخلف ولد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا خمسه، هل 10% تكفي خمسه زي ما تكفي واحد؟ ده عبث، ده تهريج. حضرتك انا 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 ان انا اكتب 10% وانا مش عارف. انا بسفه من كلام حضرتك. لا يا استاذ انا ما بسفهش يا استاذ. يا استاذ انا بتكلم على موجود مش على راي حضرتك. يا فندم لما تقول لي عبث يا استاذ انا بتكلم على الشرط مش على كلام حضرتك. ده فندم اكتب 10% مش عارف اذا كانت تخلف ولد ولا اثنين ولا خمسه. مين قال لك ان انا قلت 10%؟ ما جبتش اذا كان القانون ارحم من اللي حضرتك بتقوليه. انا ما قلتش 35% 25% لو المطلقه لوحدها، 35 لو معاها ولد، 40% لو معاها ولدين. النهارده ثانيه واحده القانون درجها. النهارده لما النهارده اذكر في العقد ان الزوج بيعمل في المكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني ودخله حاليا كذا
واذا حدث طلاق مثلا نسبه زي ما حضرتك قلت 35 50% 20% ايا كان، انا ما اتكلمتش على النسبه، واخد بال حضرتك؟ فحتى لو بعد 20 سنه هو الراجل ده نفس الكلام ده مضاعف في كام؟ لان ما هوش هيدنه اللي بياخد 10000 جنيه بعد 10 سنين هيدنه واخد ال 10000 جنيه. تمام. بالعكس. وبعدين على الاقل يبقى فاهم وضعه. وانا بتديني موجود في القانون يا استاذه. يبقى فاهمها هو. طب حضرتك زعلان ليه؟ هو انا لما اكون موجود في القانون ده غير من ناحيه العقل والمنطق يا استاذه ابدا الحياه بمشاكل. يعني انا اتفق مع واحده لسه داخل بيتها. لا ابتديها اقول لها والنبي لو اتطلقنا هدفع لك نفع قد ايه؟ لا ابتديها ورد. طب ما احنا بنتكلم. ده مجال وانا لسه بتجوز. مش بتتكلمي في ايه؟ مش بتكتم مؤخر صداق. وماله مؤخر الصداق؟ عشان الشرع قال كده، لكن الشرع ما قالش ان انا ساعه لما اتطلق. الشرع مش قال في طلاق؟ يعني انا هبداها يعني. هبداها الاول هذكرها بمصيبه وانا لسه بتجوز. انت بتتكلمي في ايه؟ بس حضرتك انا لما بخش معاك شركه بيحصل. وانا لما بخش معاك حضرتك شركه ولما بيتخانقوا على العقد هو العقد ده مش بنكتب فيه شروط لو تم فسخ هذا العقد يحصل ايه؟ يا استاذ الشركه انا بفول غير رباط مقدس زي ده غير زواج ده اولى. الشركه ده موضوع ده اولى. ما بفولش دي. لا انا بالعكس انا ما ابتدي على اسس سليمه ما فيهاش تفويل ولا حاجه، فيها وضوح رؤيه، وضوح. انا بدل ما اخش انا وانت في المحاكم واولادي يتعبوا نفسيا من انا طول النهار مجرجره الولاد ويروحوا يشهدوا واقول لهم ابوكوا وحش، لا الاب ملتزم ان هو يبقى الاب واضح جدا انه ملتزم انه يربي هذه الاولاد وهي عارفه اذا اتطلقت هتاخد 10 جنيه، ال 10 جنيه دول هتقدري تربي بيهم اولادك. تعرفي يا استاذه لو حضرتك اولا برضو من ضمن الحاجات هكلمك من الناحيه القانونيه. هكلمك من الناحيه القانونيه. ما تزيدش على شيء. لا مش هزيد عليك يا استاذه. زي حضرتك مش حضرتك محاميه مصريه زي حضرتك مش حضرتك محاميه يا استاذه يا سياده النائبه يا سياده النائبه هكلمك من الناحيه القانونيه. تعرفي ان الكلام حضرتك اللي بتقوليه ده حتى لو فرض ان هو يتم الكلام دوت هيودينا برضو المحاكم وهقول لك ليه. ماله؟ طيب يبقى انت انت عملت ايه؟ هيوديني المحكمه مش محدد ولا محدد. حلو قوي. هحط تحت محدد ده 20 سطر القاضي مش هيعمل بيه. عارفه ليه؟ الاستاذه المحاميه عارفه هذا الكلام. اذا راى ان الشرط ده برهق للمدين من الحق القاضي ان هو يعمله. بس ما عملناش حاجه يا فندم. وماله؟ هو انا كنت مغميه المدين وهو بيتكلم عن امكانياته؟ ده بمحض ارادته. وانا اعتقد ان القاضي بيحكم بالمستندات ومش بيحكم بالاهواء الشخصيه. القاضي بيحكم بالمستندات اللي قدامه وبيحكم بالقانون. طالما قابل للتغيير احطه ليه؟ هو مجرد انا اعرف الماء بالماء. يعني انا اقول احط 1000 جنيه وممكن اروح للقاضي ينزلهم. انا عايز افهم من حضرتك يعني ده اسهل الشروط. انا عايز اقول لحضرتك انت يعني متحامل على هذا الشرط دي. طب ما انا شيل بقى مؤخرا ما انا النهارده انت راجل لا تتقاضى ما احط لك مليون جنيه مؤخر صداق. طيب الزواج من الاخرى يا استاذه اللي حضرتك عايزه تحطيه قال ايه؟ الزواج من الاخرى انها من حقها انها تطلق من ضمن الشروط. لا انا ما قلتش كده. امال ايه؟ انا ما جبتش الست زواج. هي زي ما القانون بيقول انها أيوة. لابد ان تشترط انها معرفه. انا هتجوز. طب افرض عايزه تطلق هو ده حرام؟ ثواني بس انا عايز بس انا هرد انا هرد والله والله انا هرد لو اتجوز والله انا هرد انا هرد واقول لحضرتك هو حضرتك القانون مش بيتيح للزوج معرفه الزوجه بالزواج الثاني؟ طبعا. بس انا ما قدرتش. طب هتحطيه ليه بقى؟ هتحطيها ليه؟ هتحطيه شرط ليه؟ انا بتاكد عليه بس انا دلوقتي بتكلم على النفقه والحضانه. ما جبت سيره الزواج يا استاذه انت اتكلمت كمان ده عام ان الشروط كلها تتحقق. تعالى نشوف. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. حاضر. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. ما دام القانون بيشترط ان الزوجه تعلم ومن حقها انها توافق او من حقها انها تطلب اذا كان بيقر في الوثيقه بنفسها كده تحط الشرط ده تاني ليه؟ وماله؟ وماله؟ تاكيد. ايه الخلط المشكله؟ يا استاذه القسيمة موجود فيها الشرط اصلا اصلا موجود. طب ولا قلت لك شيله؟ ان هو بيقر في وثيقه الزواج ما في ذمته من زوجه او تانية. طب ولا قلت لك شيله؟ والقانون ده لها حق انها تطلق لو اتجوز عليها. يعني شرط موجود في القسيمة. هو لا هو غلط ولا هو حرام. هو مقر في القانون. طب حضرتك زعلان ليه؟ اسم ان انت عملتي حاجه يعني بتحط الشرط. انا ما حطيتش شرط. لا 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 حضرتك بتقولي ان الاستاذه مارجريت عازر قالت حاجه يعني نحط اي حاجه وخلاص. ما هو موجوده يا استاذ حضرتك. بس ما هو موجود. انا بحترم كلام حضرتك يا استاذه. وانا بتكلم مختلفة. طب نهدى شويه نريح. هناخد الفاصل هنشوف تقرير عن راي البنات في الشروط اللي عايزه تكتبها في قسيمه الجواز. ايه
الشروط اللي عايزه تكتبيها في قسمه الجواز؟ انه على الاقل يكون محترم، يعني يبدا يحترمني طول في الفتره ديت. حاجات المطبخ طبعا كلها، والمفارش والصيني والحاجات دي كلها كده لازم تكتب في قسمه الجواز كل ده، واذا كان في ذهب بردك وكده والحاجات دي. يعني اوضه نوم عادي، ولو اوضتين حتى ويخشوا بيهم، وبعد كده يجيبوا اللي هم عايزين. واحد تيلا يصرف على بيته كويس، وما يخلف ولاد او اطفال يراعيهم ويتيلا فيهم، لان في الوقت الحالي في مصر الست هي اللي بتشتغل. زي ما شفنا كله بيتكلم على النفقة والحضانة. بالظبط. المشكلتين الأساسيتين في كل جواز وطلاق. هم دول المشاكل الأساسية أمام المحاكم أصلاً يعني. فلازم إحنا بنسهل الأمور. يا أستاذة جيهان، آخر حاجة أودي الكلمة لسيادة النائبة. فعلا. هي قالت لو يعني 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 هنحدد نسبة معينة في المائة. تمام؟ يعني مش مبلغ. تمام؟ مختلفة معاها الأستاذة النهائي، قالت لا ده كان مبلغ أو خلافه، لا إحنا هنقول نسبة 10% 15%، يبقى النسبة دي مش محددة كمبلغ، تمام؟ 10% من دخله. لما يجي يطلق أو يحصل مشكلة بينه وبين زوجته، أيوة ال 10% تحدد إزاي؟ ما هي المحكمة تعمل تحري. إحنا ليه مسلمين على نقطة إن هم يحطوا 10 20 30%؟ ما هتروح تحري، يبقى هي يبقى هو اللي موجود في القانون. احنا بنتكلم في مبدأ، احنا بنتكلم في مبدأ الاقرار جوه العقد باللي هو عايزه. كل يحط نسبه، يحط رقم. نسبه دي هو حر. نسبه لا لا يا استاذه، رد عليا، رد عليا. انا هقول له هاخد مرتبك كله 90%. يا استاذه يا استاذه، انا حره. جاوبيني في اللي انا بقوله، هتحط نسبه معينه من المبلغ ولا نسبه في المئه؟ انا مش مضطره اجاوب لحضرتك بدال ان انا بقول انا بحط شكل. انت مش عارفه تجاوبي؟ لا مش عارفه اجاوب. عايزه تحط نسبه في المئه ولا مبلغ؟ كل واحد حر. انا هحط لا مش عايز حضرتك، بس عايز ما هو لو مبلغ، لا ما هو لو مبلغ يبقى ممكن ينقص. انا جاوب على حضرتك. كل واحد حر بقى بما يظروفه. انا زوج وراجل كريم وعايز ادي ولادي 90% من دخلي. تمام. ده خالف القانون؟ لا 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 مش هيخالف القانون، بس انا معاكي بقى في المبدا ده. حضرتك قلتي الزوج اتفق مع زوجته يدينا 90% من دخله. طيب هو مرتضي ان هو يعيش حياته عشان اولاده. يا استاذه رد عليا، حصل خلاف ال 90% هيديهم لها ازاي؟ هو حر بقى، مش كان شرط. هيتم تقديرهم ازاي؟ من دخله. انا النهارده ودخله يتقدر ازاي؟ لا حضرتك، انا النهارده هو هيبقى كاتب ان هو بيقبض كذا او دخله كذا. يا سلام. امال ايه؟ يبقى كاتب دخله كذا. طبعا. افترض دخله زاد. ما هو دخله هيزيد. بالفعل دخله هيزيد. هو النهارده استنى، لا يعني واحد النهارده في بدايه حياته النسبه يعني النسبه هتبقى موجوده. يا استاذه لو قل النسبه موجوده. يا استاذه لما تقولي هذا الكلام يبقى انت بتظلمي الزوجه. لو قلت له انك انت حط 90% من دخلك، وانت لسه 50 ولا 20 50 اي رقم اي رقم اي رقم، وانت لسه متجوز، بعد 20 سنه هتبقى نفس المبلغ او 50% من دخلك؟ دخله زاد. النهارده انت موظف بسيط، بقيت بكره رئيس مجلس اداره مدير عام. بالظبط. ولو جيت حسبتيها نسبه في الميه، نسبه في الميه تقدرها ازاي لساحة الخلاف؟ هتلجا للمحكمه ويتم تحري. يبقى ما عملناش حاجه. استاذ عصام عندي سؤال، هو حضرتك معترض على ان احنا نكتب في القسيمه الشروط، ولا حضرتك معترض على النسبه والمبلغ؟ لا معترض لا على لا الموقف نفسه يا ولا أستاذة على الشكليات؟ الشكليات دي كل واحد يقعد على المبدا ملوش لازمه وغلط ويتفاهم. لكن انا بتكلم على المبدا يا فندم، وانا لما بحط سواء حسبتيه مبلغ غلط ظلمت الزوجة، معلش، وسواء حطيتيه بنسبة ظلمت الزوجة برضه، طالما هنا ممكن تظلمي الزوج برضه. طب هل من رأي حضرتك نسيب النفقة والحضانة اللي احنا بنتكلم عن نسبة، وأصل بعد كده ممكن الجدة تبقى مش عايشة والكلام ده، نشوف شروط تانية؟ يا أستاذة يعني لا، لو شروط تانية القانون أرحم من اللي هما بيقولوا لي إيه؟ بيقولوا لي إيه؟ لا أنا بتكلم على شروط تانية أستاذة. شروط أنا هقول للشروط. لا يا أستاذة أخلص موضوع النفقة. أرحم ليه؟ النفقة تستحق وقت استحقاقها. وقت استحقاقها يعني ايه؟ يعني الزوجه النهارده، وعشان كده في حاجه اسمها دعوه زياده نفقه. الاستاذ عايزه تلغي ده كله ليه؟ ما انا حطيت شرط تسويق مش هرفع بقى، ما هو محطوط في قسيمه الجواز، انا بدي لك 10% او بدي لك 1000 جنيه هترفع زياده نفقه ازاي؟ هي بتزيد؟ طبعا. امال ايه؟ حضرتك طيب في الحاله دي هيبقى ايه التصرف يا استاذه مارجريت؟ يعني انا بتكلم على النهارده الزوج بيحط دخله. وايا كان بيحط دخله، وايا كان الشرط الاساسي اللي ممكن يبقى متعارف عليه 50 30 20 ايا كان. فانت كده اثبتي ان الراجل ده مش معسر اساسا. انت اثبتي ان الراجل ده اهو عنده شغل بالحد الادنى، مع مرور الزمن
بقى زي ما هو بيقول حضرتك مهندس بقى رئيس مجلس إدارة بقى لا اشترى شقة وبيأجرها أيا كان أي دخل زيادة زاد عليه ده هيبقى فيه زيادة مش فيه ولو اتجوز زوجة تانية وماله يبقى عامل حسابه انه عنده التزام في التزام عليه يعني احنا نقول للزوج بقى اول حاجه يا استاذه لا وحضرتك بتحقق ثانيه واحده هو حضرتك يعني هو رايح يتجوز عامل حسابه يتجوز زوجه ثانيه لا 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 هو حضرتك بتحققه حقه وهي حقها بس حضرتك ثانيه واحده ما تطلق القانون ده الحق ماشي لا في الحقيقه بس على فكره عشان تبقى حضرتك فاهمه مش في كل مش على اطلاقه انها تطلق اذا اصابها ضرر هي حره لا 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 مش هي حره مش مزاجها ده القانون اللي قال كده القانون اللي قال كده يا استاذ النفسي مش ضرر لا يا استاذه بعد اذن حضرتك حضرتك محامي بعد اذن حضرتك ارد في الجزئيه دي الحق من الزوجه لا معلش عشان في ناس شايفاني الزوجه بعد اذن حضرتك الضرر العاطفي المفترض وموجود الضرر العاطفي غير الضرر الادبي او الضرر اللي هو المادي الضرر العاطفي بان انا زوجه ثانيه زحمتني في زوجي وانني غيرانه ده لا يحق لها التطليق ليه؟ لا يحق القانون اللي قال كده ليه ده في الاسلام شرعا يا استاذ القانون بعد اذنك انا بتكلم على القانون لاي سبب يا استاذ لا لا يا استاذه لا لا اي سبب الزوجه طب خلينا نكمل الفكره يا استاذ خلينا نكمل الفكره الضرر العاطفي لا يحق للزوجه تطليق منه الضرر الادبي بيهنها بيفضل زوجته الثانيه عليها الفلوس بدات تتقسم على زوجتين بدل زوجه واحده انا عايز اسالك هو ده الضرر الادبي والضرر المادي اما الضرر العاطفي لا في ستات بتطلع من غير كل الاسباب دي لا لا مش من حقها ده الموضوع تاني تلجا للخلع لا تلجا للخلع مش للطلاق للزوج من ورا مش للماده 11 انا بس اللي انا عايز اقوله لحضرتك انا شايفه ان حضرتك مثلا مراعي قوي الرجاله ان الراجل يتجوز الثانيه ومش مراعي ما يهمنيش الست ومش مراعي الاطفال اللي جت هتتربى ازاي؟ وماله هو من حقه انه يتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه، ما الشرع قال له كده هو حر. انما على نضمن بقى انه يصرف أضمن على الاطفال الناس اللي انا جبتهم في الحياه دول انهم يعيشوا حياه تانية محدش اختلف مع حضرتك اروح اتجوز تاني عشان ارفع سيده وانا في كل بص يا حضرتك اترفع انا يا سياده النائبه واسيب اولادي يروحوا يا سياده النائبه يا سياده النائبه باؤكد على حضرتك وفي كل حلقاتي انا بقول هذا الكلام أيوة. الرجل الذي يستطيع الانفاق على زوجته واولاده ولا يقوم بالانفاق لا 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 يجوز ان يقال عنه انه رجل حضرتك كده وبحط تحت 20 سطر حضرتك تعالى نشوف الرجاله المعنى بقى نشوف خطر بقى ان انا اقول ان انا راجل وان انا براعي مسؤولياتي وهو اقرار مني طيب ده. نشوف تقرير عن راي الشباب شفنا البنات نشوف الشباب الشروط اللي ترفض تكتبها في قسمه الجواز والله سؤال صعب بس يعني الشروط اللي ممكن ما اكتبهاش ان انا ما اقعدش مع حماتي دي من اهم الشروط اللي انا ممكن ما اكتبهاش اي حاجه تانية ممكن اوافق عليها لكن دي لا الاخيره تبقى عادي يعني ان انا اكلم واحده تانية واعرف واحده تانية الموضوع يبقى قشطه يعني مفيش اي مشكله الطلاق والجواز يبقوا على الاثنين يعني الاثنين يتحملوا النتيجه مش العريس بس او الزوج بس هو اللي دايما بيتحمل النتيجه نفقه ومؤخر وقايمه والحاجات دي كلها زي مثلا القايمه ومؤخر كبير مثلا زي الصفات من عديده من دي كتير مثلا يعني شروط مثلا المراه عايزاها غصب عنك لا طبعا انا بالنسبه لي كان كلها شروط ضروريه وحتميه وشرعيه ولا ما ينفعش يتحذف منها اي بند ولا يزيد عنها بند ارفض اكتب ان يبقى مثلا عليا حاجات في القايمه الحاجات اللي بتبقى مكتوبه في قايمه الجواز العرفيه حاجات تبقى في حاجات كده بتبقى يعني ملهاش معنى لو في مقدم تاخده في مؤخر تاخده ان دي كلها حقوق مفيش حاجه يعني مفيش حاجه تتلغي من قسمه الجواز لا ما حملوش الناس فوق طاقتها عشان الناس جايبه اخرها في اللي هو مؤخر وفي اللي مش عارف ايه والكلام ده قد كده وبتيجي ترمي له جنيه في الخلع للاسف الشديد طب قول من الاول بقى عشان بقول اول ناس مش هتوافق على هذه الشروط هي السيدات طب خلاص لان النهارده الزوج بيدفع ممكن يدفع نص مليون جنيه او مليون جنيه مهر وللاسف ما بيتكتبش في قسيمه الزواج وبتيجي تخلع بتروح رامي له جنيه في المحكمه وبتاخد قايمه المنقولات وبتحبسه بص حضرتك هو يستاهل اي ست او اي راجل يتغاضى عن اي حق من حقوقه ويكتب قايمه مزيفه او يكتب شرط مش موجود هو المسؤول عن اختياره يبقى هو المسؤول عن اختياره هل انا استطيع ان اجبر زوج انه يكتب قايمه مش موجوده
مين اللي قال كده؟ ان شاء الله ان شاء الله بدل ما نختلف بقى واحنا متجوزين ومخلفين، لا مش مهم النهارده نختلف. يعني الافضل ان انا ما اتممش هذه الجوازه ما دام فيها شبهه استغلال لاي طرف من الاطراف. لا احنا عندنا عرفنا جرى على ان الزوج بيجيب كل حاجه حتى لو مش مهر، هو بيجيب المنقولات وبتيجي في الاخر خالص ساعه الخلع بتخلعه وبتاخد قايمه المنقولات وبتدي له الجنيه اللي مكتوب في القسيمه. ما ليش هم اللي غلطان ولا مش غلطان؟ غلطان ايه يا استاذه؟ عاداتنا وتقاليدنا جرت على هذا. عاداتنا وتقاليدنا نغيرها وفي كل ما هو صالح للمجتمع نغيره. يعني في عيلة هي ثقافة المجتمع الخاطئة، في عيلة أستاذ مارجريت بتبقى 50% و50%. لا ولما المشكلة إن الراجل يعني مظلوم بالشكل الفظيع ده، ليه اللي واقفين قدام محاكم الأسرة هم السيدات؟ على فكرة قضايا الرؤية حوالي 4% من نسبة القضايا، و70% النفقة. بلاش النفقة 70% يا أستاذة، يعني يا أستاذة اللي بيطلعوا مش لاقيين. قانون خراب الأسرة المصرية مش لاقيين، حط تحت 20 سطر. طب لما قانون خراب الأسرة، قانون مجحف للرجل شكلا وموضوعا، ما تكلميش في الجزئيه دي خالص. طب ما لطيف قوي. لا لا لا، في سيدات، في سيدات مظالم موجوده، في رجاله ما بيصرفوش على الاولاد، لكن القانون ككل قانون مجحف للرجل. طب لما القانون مجحف واحنا بنحاول ان احنا ننقذ، بنبص من ايام هو يقول لك اهو اسمه القانون السوداني، قانون من سنه 2000، قانون واحد سنه 2000 لما بنحاول، قانون خراب الاسره المصريه. الست بترفع 14 قضيه الزوج ملوش غير ان هو يعمل لها انذار طاعه. من امتى القوانين تذكر باسماء اشخاص؟ للاسف الشديد القانون. لا يا استاذه، لا يا استاذه، كلنا نعلم هذا. لا مش هنحط راسنا في الرمال. ماليش دعوه بالكلام ده يا فندم. طب والراجل ما بيصرفش على اولاده لا يذكر باسمه، يبقى ازاي بقى الراجل مجحف في هذا القانون وفي رجاله ما بتصرفش؟ احنا قلنا الراجل ان يستحق ان هو ان يطلق عليه رجل. لكن اللي عايز اتكلم من ناحيه القانون، هو قانون النهارده وانت تقولي لي قانون عادل لما الابن يفضل او البنت مع الام لمده 15 سنه وبعد 15 سنه يخير ويفضل يعني حرمان ابدي للاب؟ هو ده هل ده يجوز؟ هو الاب هيعرف يتحمل القانون ضد شريعته زي الام؟ لا لا لا، مسؤوليات مين يا استاذه؟ مين قال كده؟ جبتيها منين ان الام بتتحمل مسؤوليات اكثر من الرجل؟ يعني ما يبقى بيبي هيعرف يغير له ويأكله يعرف طبعا. واحنا واقول لحضرتك ليه؟ انا ما شفتش حاجه. اقول لحضرتك ليه؟ لان القانون لما تم تعديله واترفعت سن الحضانه من 7 و9، طول عمرنا عايشين بين سنه 85 لغايه 85 من 1000، يعني 65 سنه عايشين بهذا القانون. هيصحى الصبح يوديه المدرسه وهيستناه لما يرجع ويطبخ له. بيتم يعني بيتم. هو انت بتحجري على الرب ليه؟ مين قال كده؟ مين قال القانون؟ مين اللي قال انها اقدر منه؟ مين قال ان الام اللي ممكن تكون طاعنه في السن الجده ممكن تربي الولد او تحضنه والاب يكون موجود؟ ما حدش قال كده. ما تقولي دي وتقولي دي. ممكن اسالك بقى سؤال؟ اتفضلي. حضرتك ده قانون موجود مش كده؟ تمام. وقانون تابع للشريعه الاسلاميه زي ما حضرتك قلت. حضرتك كده عايز تغيره ليه؟ اغير ايه؟ عايز تغير سن الحضانه؟ لان اصلا الحضانه، ترتيب الحضانه ده مش في الشريعه. عايز تغيرها ليه؟ لان ترتيب الحضانه مش في الشريعه. كنت عايز تحجر علينا وتقول ان في قانون احوال شخصيه والقانون الاحوال الشخصيه. يا استاذه احنا بنتكلم. يا استاذه، يا استاذه، طب انا عايز اقول احنا قلنا فيما لم يرد به نص. حلو قوي. مش انا عندي دستور يا فندم؟ ونحن جميعا نحترم الدستور. تمام. واستفتى عليه 90% من الشعب المصري. تمام. ما دون ال 18 سنه يعتبر طفل. لا ده طفل، ده في القانون الطفل فقط، مش ملوش دعوه بالحضانه يا استاذ. ما تقولي يا استاذ انت عايزه تفهميني. انت عايزه تفهميني ان 16 سنه بطلع بيشيل سلاح وعايزه تسميه طفل؟ انت بتتكلمي في ايه؟ ده اطفال الشوارع دول بقى. مين اللي قال طفل؟ دول اطفال الشوارع. مين اللي قال طفل؟ مين اللي مش هيلو سلاح يا فندم؟ مين اللي قال طفل النهارده؟ ما طفل في سن التجنيد هتسميه طفل وهو رجل؟ هو قانون الطفل ده موضوع تاني وموضوع الحضانه موضوع تاني. يا استاذه انتوا بتخلطوا بين الاثنين. يا استاذه، يا استاذه، الحضانه سن حضانه سن الاستغناء عن خدمه النساء، ملوش دعوه ب 18 سنه. يعني انت عايزه راجل يبقى عنده 18 سنه حضرتك ولا 18 شهر وتقولي طفل؟ خلاص بقى ما يعاقبش بقى. سن كامل استغناء عن ده سن التمييز. سن كامل استغناء عن النساء اللي حضرتك بتقول 7 و9 زي ما طول العمر كان موجود. يعني 7 و9 ده بيعرف يعمل اكل لنفسه؟ يعني طبعا. طبعا. لا لا لا, لا. طبعا يعمل اكل لنفسه. طب وليه عايشين بيه بقالنا 65 سنه؟ ازاي على الطفل ده ان هو يتحرم ازاي 7 سنين يدخل يعمل؟ لا 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 خلاص، يبقى هو حرمان ابدي. بص يا استاذ، حرمان ابدي. هو بيشوفه الولد. شوفوا مين يا استاذه، شوفوا مين يا استاذه. يا استاذه نقش، يا استاذه جيهان، خلينا نتكلم بالعقل والمنطق. العائلات المحترمة، ده البواب بيشوف ابن المطلق اكتر ما الاب بيشوفه. ايه 3 ساعات وما بيتنفذوش؟ ده قانون،
ده قانون كله ده عايز يتقطع. لا معلش، العائلات المحترمة بيبقى فيه اتفاق والأب بياخد فعلا الطفل. ده في العائلات المحترمة. كم عائلة محترمة يا حضرتك؟ ما ده اللي بنقوله، نتفق بقى. كل عائلاتنا محترمة. عائلات محترمة. العائلات اللي بتتفق، العائلات اللي بتقعد مع بعض بتتفق يحلوا مشاكل. لا يا أستاذة أقول لحضرتك على حاجة، عارفة ليه؟ لو انت جده وام اب، انا عايز اقول لو ثواني بس، لو انت جده وام اب واتحرم من ابنه، والنهارده الجده الام هي اللي بتشوف وهي اللي بتحضن وهي اللي بتبات معاه، والجده الاب مش من حقها تشوف. طيب يبقى انا دلوقتي ليه مش من حقها تشوف؟ لا القانون بتاعنا كده، لا مش من حقها تطلب رؤيه وبتتم رفض الرؤيه. ما ده بالتراضي بقى، تراضي ده بقى لا تتسول رؤيه حفيدها بقى بالتراضي. استاذ جيهان بتقول بالتراضي، تتسول رؤيه حفيدها. قصدي بالشروط، الشروط بقى اللي احنا بنقول عليها. حط الشروط. ايوه حط الشروط، عدل القانون مش تحط الشروط. لا حط الشروط، لان انت لو حطيت الشروط برضه هنروح المحاكم تاني. لا لكن الشروط. لما يبقى في قانون هيبقى ملزم للكل. حط الشروط وحط الشروط واستعاديه الاستضافه. لا قانون، هذه القاعده القانونيه قاعده عامه مجرده. حضرتك من اول الجلسه وحضرتك قلت لي قانون الاحوال الشخصيه لا يمثل، لانه فيما لم يرد به نص في اللي هو موجود في كتاب الله، ما لا يحل حرام ولا يحرم حلال. بنتكلم في كل اللي احنا بنتكلمه ده فيما لا يرد فيه نص، يعني حضرتك النفقه والحضانه والرؤيه والاستضافه، كل ده حق من حقوق الاسره وليس الرجل ولا المراه في الحقيقه. لان في الحقيقه انا لما بجيب اولاد ببقى ملك لهؤلاء الاولاد، لان الاطفال دول هو نواه المجتمع ونواه الاجيال القادمه، وبالتالي عليا ان ابقى حريصه على مستقبل هذه الاسره مش الرجل. انا مش في مبارزه مع حضرتك مين اللي يكسب، ولا مبارزه مين اللي يطلع كسبان من هذه القضيه. خلي بالك هو مش هينزي غصب عنه، واي رجل هيبقى موافق وهو بيسلم هذه ومن حقه يرفض او يوافق. يا استاذه ما ينفعش نسلخ هذا الاتفاق من القانون الاصلي العام المجرد للشعب كله، قانون الاحوال الشخصيه، ونعمل لكل واحد قانون لوحده في اسئله الجواز. انا ما قلتش ما ينفعش هذا الكلام. في قواعد ثابته يا فندم. لا قواعد ثابته دي في قواعد ثابته، انا بكتب كده. ايوه كده بكتب قواعد ثابته زي ما حضرتك قلت. قواعد ثابته ايه؟ في شروط ثابته. هجيب قانون الاحوال الشخصيه بقى واحطه في الزباله واقول بقى القانون. لا القانون اللي ما يقصدش. انا حريصه على القانون اكتر من حضرتك. يا استاذه لو تطابق تاني وتالت، لو تطابق مع قانون الاحوال الشخصيه يبقى ملوش لازمه. لا ولو خلفه يبقى رحنا المحاكم بره. لا حضرتك في هو انا حضرتك لما بكتب عقد بيني وبين شريك ليا ببقى خالفت القانون. استاذ عقد مختلف. ليه يا استاذ عقد؟ ما عقد شريعه المتعاقدين، انت عقد مدني يا فندم. انا عايز اسالك سؤال، النهارده انا لما بكتب عقد شركه بيني وبينك مش من حقي ان انا احط شروط اللي تضمن ليا سير الـ المشروع ده بشكل ناجح، بحيث ان انت لا 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 يعني لا تجوب عليا ولا انا يعني لا تتغول عليا ولا انا اتغول عليك. تمام. ايه المانع ان انا النهارده وانا داخله في زواج وعايزاه يبقى زواج ناجح واسره ناجحه احط قواعد اساسيه طب مطابقه للقانون؟ بتتصادم مع القانون يا استاذ. لا انا ما قلتش، انا قلت مطابقه للقانون وقلت مطابقه للقانون يبقى مش هحطها. طب ليه؟ يبقى عندنا قانون مقنن في هذا الكلام. القانون بينص على نفقه للزوجه بيطلع عينها وعين اهلها وتقعد بالاربع ثانيه واحده يا فندم، خلينا بس نتكلم. احنا مش في صراع، احنا مش في صراع بين رجل ومراه، احنا بنحل قضيه مجتمع. صدقني انا مش في صراع بين رجل ومراه اطلاقا، وانا يهمني ان الزوج يبقى مرتاح والزوجه تبقى مرتاحه. عمري ما ما ما, ما يعني القضيه مش قضيه مرأة ورجل، القضيه قضيه أكيد اسره. عندك ابن، عندك اخ، عندك بالظبط كده. اللي انا عايز اقوله لحضرتك وما عنديش مشاكل تخليني اتحيز لحد او ضد حد، اللي انا عايز اقوله لحضرتك اني في الحقيقه لما بحط قواعد حتى ليه الزوجه تقعد اربع خمس سنين مش قادره تحصل على نفقه؟ هتربي ولادها دول منين؟ هتربيهم؟ لكن لما يبقى عندي قواعد ثابته مكتوبة، أيوة، القاضي عنده أدلة ثابتة موجودة يستطيع أنه يحكم فيها على الأقل جلسة أو اتنين أو ثلاثة. إنما حضرتك مش صح. وقبل القاضي لا حضرتك مش صح. لا أنا أقول لحضرتك مش صح ليه؟ ما أنا هقول القانون ليه؟ لأن أنا في المطبخ، أنا في المحاكم، هقول لحضرتك مش صح ليه؟ أولا لو أنت حطيت لا تختزل الحقيقة عندك عشان أنت في المحاكم. أنا ما بختزلهاش يا أستاذ. اتفضل. أنت حطيت الشرط دوت زي ما حضرتك بتقولي وهو النهاردة ما التزمش بيه، هتروحي برضه المحكمة. طب وبعدين؟ والمحكمة والمحكمة محتاج بقى القاضي ثانية واحدة، محتاج القاضي يتحقق من الدخل، ومحتاج ما انا كاتبه ده، انا كاتبه بايدي وموافق عليه. اولا انا ما خالفتش القانون، القانون بيقول ان هذه الزوجة حينما وهتعمل ايه في الدخل اللي يزيد للزوج بعد كده؟
هجيب انا كتبت 500 او 10% ودخل لي دخل بعد كده. حضرتك ما انا عندي مثبت دخل. مثبت فين يا استاذ؟ دخل مثبت في القسيمه. ثانيه واحده بس حضرتك، مثبت ازاي يا استاذ؟ وتفهم من غير حاجه. انا النهارده عندي مشروع، بقى بكره عندي 10 مشاريع. حضرتك ما هو ده هتثبتيها ازاي؟ اثباته ان انا اقول ما ان الراجل ده كان في سنه كذا دخله كان 5 جنيه واصبح الان عنده كذا وكذا وكذا فضفع. يبقى انت لغيت الشرط. ما انت لغيت الشرط اهو، انت كده لغيت الشرط. الشرط المفروض يا استاذه ما اتفق عليه العاقدان. ينفع انا ابيع لك ارض يا استاذه؟ ينفع ابيع لك ارض واقول لك من حقي انك انت ما تتصرفيش في المبيع، ما تتصرفيش في الارض دي؟ لا. ولا مقتضى عقد البيع انك انت طالما انا بعت لك تتصرفي؟ لكن افرض انا ما تردي عليا بس. انا شاركتك على ارض يا استاذه، ردي عليا ثانيه واحده. انا ما كلمتش على بيع. افرض انا شاركت حضرتك على ارض قيمتها الان، قيمتها الان 100,000 جنيه وعملنا المشروع عليها وبقيت انا وانت شركاء، كويس؟ الارض دي لما نيجي نفض الشركه، لما تيجي تقدر هتقدرها لي بال 100,000 ولا بالمليون اللي هي عليها الان؟ طيب ماشي، طبقها لي على النفقه بقى، على اللي انت هتكتبيه في القسيمه. اه ما انا بتكلم على النفقه. لا طبقها لي بقى. انا بتكلم على النفقه. انا النهارده ارتضيت. ايوه. ان انا اللي كتبت بايدي. تمام. ان دخلي 10,000 جنيه. تمام. في سنه 2019. تمام. سنه 2025. ايوه. طرقت عليا ده وده وده، اذا هيزيد على دخلي حتى لو ايه هيبقى نسبه. يعني انا هكتب ده في لا 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 طبعا. يا سلام، هفترض هفترض خيال. انا ما قلتش هيزيد، انا هفترض خيال. هكتب كده ان كمان 20 سنه مرتبي هيزيد. مش مدي خيالك، مش مدي ايه يا استاذه اللي انت بتقوليه ده؟ مش مدي نفسك فرصه انك تسمع عشان تفهم انا اقصد ايه يا استاذه. ما انت قلتيه، ما انت قلتيه صراحه. انا قلت النهارده. وانت بتقولي الغاز. طب هي لما تروح المحكمه وتقول انا قلت 19، انا النهارده بتقاضي 10,000 جنيه. تمام. كويس؟ تمام. انا النهارده موظف صغير. تمام. بعد 10 سنين هداني موظف صغير ولا رفضت؟ هكتب ايه يا استاذه؟ قولي، ما تحكيش. هكتب ايه في القسيمه؟ هكتب كده انا في 2019 داخل 10,000 جنيه. هكتب كده في قسيمه الجواز، وكمان 20 سنه هيبقى داخل 30,000. امال هكتب ايه بقى؟ لا انا مش قلتش. امال هكتب ايه؟ 10,000. ثواني. هكتب النسبه. ماشي. ومثلا نفقه نسبتي مثلا 50%، 70%، 10%، زي ما ايا كان القانون هيقول ايه. تمام. كويس. الراجل ده اللي حاطط بايده 10,000 جنيه، بعد 10 سنين عمرهم ما هيبقوا 10,000 جنيه، يعني القاضي عنده أول الخيط. ما يدل على أول الخيط. ما ينفعش. عارفه ليه ما ينفعش؟ انت شايف ما ينفعش. عارفه ليه ما ينفعش؟ انا شايفه ينفع. هقول لك بالعقل والمنطق ليه ما ينفعش يا استاذه. أيوة فهم. مش خناقه. ايوه فهم. قلنا تاني من رحمه ربنا ان النفقه تدور وجودا وعدما مع يسار الزوج او اعصاره. بكره افتقرت هديلك ال 10,000 جنيه ازاي؟ وال 20,000 جنيه ازاي؟ حضرتك تصرف على انت بتتكلمي في ايه؟ بكره بقى في ذمتي زوجه اخرى. لا خدي بالك، هدفع ازاي؟ لا انت حر. لا انت بتحجري كده عليا. لا انت حر. ازاي انا حر؟ النهارده انا عايزه اكل شوكولاته وحضرتك عايز تاكل عيش. في فرق. انا اذا كانت مقدرتي ان انا اكل شوكولاته اكل شوكولاته. حضرتك مفيش مقدرتك انك تاكل العيش، كل عيش. يعني انت انما حضرتك عايز تاكل شوكولاته وعيش وملبس ولادي يا استاذ. يا استاذ كلامك غلط يا استاذ. حضرتك انت والله كلامك غلط. انا كتبت 10,000 جنيه، يعني انت بتفترض الزياده فقط في دخله، ما بتفترضيش الفقر في دخله ليه؟ لا حضرتك اذا تم اعصاره بقى او مرض ما هي يبقى ملهاش لازمه بقى نحطها. يبقى نسيبها للمحكمه وتحريات المباحث. لا يا فندم، وقت استحقاقها يا استاذ جهاد. لا لا، وقت ما تطالب بالنفقه نشوف دخل الزوج ايه. اذا كان كويس يا استاذ القانون. طيب. قال ايه؟ طب يا سيدي، قال ذوات الخدم تخدم. اذا كانت الزوج، اديني فرصه بقى، اذا كانت الزوجه، ده بص من رحمه ربنا في النفع ايه. ان الزوجه لو غنيه تستحق النفقه، مالهاش دعوه. حتى لو هي غنيه تستحق نفقه من زوجها، وغناها ده لها ما يدخلش في النفقه. الإسلام. انا عايز اقول الذمه الماليه للمراه منفصله. ماله ومال يا استاذه؟ يا استاذه يا استاذه حضرتك مالك ومال ذمتها؟ اقول النهارده 10% من دخل اللي هو ال 10,000 جنيه، وبعد كده دخله زاد او دخله قل اختلفنا. طب ما هنروح للمحكمه وتحريات مباحث برضه. طب ما هي تحريات المباحث دي يبقى ما عملناش حاجه. طيب بس عندي اوسس ومباحث. طيب يا استاذه مارجريت، هل ممكن انه علشان خاطر المشكله الكبيره دي لو شلنا النفقه وموضوع الحضانه عشان من طبعا ايه ما نقعدش نتخيل المشاكل الكبرى؟ ما نعلش، بس في شروط تانية برضو في الحياه
حضرتك تبقى موافق انها تبقى موجوده في شروط المدنيه فقط اللي مش موجوده في قانون الحقوق الشخصيه، ودي شروط خاصه بتعليم خاصه. بصي القانون ادى كل حاجه، والعرف النهارده مكمل للقانون، وقانون الاحوال الشخصيه ما سابش حاجه، والحاجه اللي بيختلفوا فيها في دار الافتاء. كون ان احنا نلعب بقى في القسيمه خلاص، يبقى الموضوع بقى نعمل ايه؟ نجيب كشكول. يعني ايه المشكله دلوقتي في النفقه والحضانه؟ وهتظل مشكله النفقه والحضانه مشكلة إن شاء الله الأسرة المصرية. يا ريت يا أستاذة مارجريت، المفروض إن في قانون الأحوال الشخصية دلوقتي إن شاء الله تتحل بإذن. يعني ف علشان خاطر بعد 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 الأم، أنا بقول أهوت أو بعد أقول لحضرتك أهوت، بعد الأم على طول، بعد الأم تكون للأب، هو الأولى بالرعاية. ده بعد 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 الأم، أنا بقول بعد الأم. مش في وقت الأم. لا لا مش بعد الام. انا بقول بعد الام. بعد الام وام بعد الام. لا لا بعد الام. مش انت حضرتك بتقول عايز تطبق الشريعه؟ الشريعه بتقول كده. بعد الام حضرتك عايز تطبق الشريعه، اشمعنى دي بقى الشريعه وحشه بالنسبه لك فيها؟ بعد الام اشمعنى دي بالذات؟ عارفه 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 ليه؟ لا الشريعه بتقول كده. يعني احنا فتحنا الباب وبعدها ام الام. ايوه انا مش مع ان الاب يبقى رقم 15 ولا بعد الاخت والكلام ده، لكن على الاقل الام وام الام. صح. لا ما هو انت حضرتك انت بتحرمني من الزواج، كويس؟ طيب خلاص. يعني هنشوف مشروع قانون، هنشوف مشروع قانون لمرات ابوها، هنشوف مشروع قانون لمرات ابوها هي تربيها. هنشوف صوت حضرتك في الكلام دوت قريب. انا حضرتك انا على فكره انا لا متحيزه للرجل ولا للمراه بامانه. انا ما عنديش العقد اللي تخليني اتحيز ضد رجل، لاني انا ست متصالحه جدا مع نفسي، واعلم تماما ان السيده من غير رجل لا تستطيع عمل شيء، والرجل من غير سيده يعمل شيء. وانا يعني انا على نفسي ما عنديش اي عقد في الموضوع ده. يعني ما عنديش مشكله. انا زائد ان انا اسره سعيده حقيقه يعني، واعلم تماما قيمه الرجل، واعلم تماما قيمه المراه. ولذلك لما بتكلم ما بتكلمش تحيزا للمراه ولا تحيزا للرجل، انا بتكلم للاطفال، لاني انا في الحقيقه اعلم ما هي قيمه الاسره اللي بتطلع اطفال سويين للمجتمع. بس انا بحترم رايك والله مش بجاملك، لان بعض النائبات عندهم مشاكل شخصيه مؤثره فيهم. يا فندم والله لا. العظيم عندهم مشاكل شخصيه انا ما عنديش مشاكل بتقودهم وبتكون باعث ليهم. والله انا يهمني الطفل، صدقني ما يهمنيش. انا اعلم تماما قيمه الرجل في الاسره السويه، واعلم قيمه المراه، وحينما يكونوا متفقين يعملوا ايه في 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 جيل متفاهم وسوي. انا ما يهمنيش حاجه غير كده، لان انا محتاجه ان يبقى عندي اسره متكامله اللي هي نوال المجتمع السليم. فتاكد ان انا مش متحيزه لطرف ضد طرف نهائي. طيب احنا بنطالب البرلمان بسرعه حل هذا الموضوع وتغيير، لانه المفروض في تغيير في قانون الاحوال الشخصيه، احنا في انتظاره يا استاذه مارجريت. بشكر ضيوفي الاستاذ عصام عجاج المحامي، شكرا يا فندم. الاستاذه مارجريت عازر عضو مجلس النواب، والاعلاميه الاستاذه نهال علام، بشكركم جدا. بشكركم مشاهدينا، شكرا، والى اللقاء، حلقه جديده 90 دقيقه.